اوكي هلا بالنسبه للبارت الثاني حكينا الكولم الثاني اوكي راح نشتغل على تري كولم او الباكت كولم اوكي سوري البابل كاب كولم اوكي بابل كاب كولم حكينا عن الباكت كولم نشتغل تو بارت توتال ريفلكس وبارشل ريفلكس. هلا بالنسبه للبابل كاب كولم نطلع على الكولم طلعوا لي على الكولم على الجهاز اوكي هذا هو التري كولم او البابل كاب كولم. هلا بالنسبه لهذا البارت شو بعمل؟ بعمل بشكل عكسي عكس اللي بلشت فيه، بسكر انا خط اللي هو اللي بيدخل على الباكت كولوم، بسكر هذا الفالف اوكي بسكره بشكل كامل. وشو بعمل بالفالف الثاني؟ بفتح الخط الثاني. ليش؟ لحتى احصر الفيبر يدخل داخل الكولوم الثاني. واضح هاي النقطة؟ اوكي فهيك الفيبر فيز بيدخل داخل الكولوم، بحصره انه يدخل داخل الكولوم. نفس الشيء بيدخل داخل التريز الفيبر فيز لحتى يصعد نحو الاعلى ليصل للكوندنسر. اوكي بالنسبه لهذا البارت بندرس احنا فقط بارشل، بس فقط بارت واحد اوكي هو البارشل ريفلكس اوكي بنسبه معينه. لنفرض انا بدي نسبه ال ال دي اوكي نسبه 1:1 اوكي فانا باخذ بارشل ريفلكس هنا كميه معينه من الديستريت وكميه من الريفلكس اوكي. نفس الشيء بيطلع عندي برودكت هون بقيس له الفلوريت، بقيس قيمه ار سي اللي موجوده في الداتا شيت اوكي اللي هي الفلوريت مع التايم، وباخذ عينه من البرودكت وبشوف كم قيمه الاكس دي اوكي بشوف كم قيمه الاكس دي. حكينا الاكس اف ثابته للكل اوكي بتكون ثابته للكل. هلا بدي اياكم نطلع على الفلو شيت دايجرام اللي موجود على الجهاز. هذا الفلو شيت كثير بيوضح البروسيس بشكل كامل. هلا البروسيس فعليا انا في عندي ستيم هون، هذا الستيم جاي من البويلر اوكي، هذا بسخن اللي هو الثيرموسيفون اللي موجود هون اوكي، بس يسخنه بشكل كامل. بتكون عندي تو فيزز يدخل داخل هذا الكونتينر تو فيز اوكي. الفيبر فيز بيدخل اما على الكولوم باكت كولوم او داخل البابل كاب كولوم. حكينا بيزد اون وات؟ بيزد اون ذا رايت هاند سايد او الليفت هاند سايد فالفز اوكي. هلا اذا كان هذا فولي اوبن بس بصير يدخل وين؟ داخل الباكت كولوم، بيضل طالع اوكي الفيبر فيز. هلا جزء منه بده يصير له كوندنسيت هون، وخاصه الهيفير كومبوننتس اوكي بصير له كوندنسيشن. ليش بصير له كوندنسيشن؟ لانه البويلنج بوينت اعلى اوكي قبل ما يدخل على الكوندنسر اوكي، في بضل جزء ضئيل موجود من الهيفير كومبوننتس اوكي اللي هو الهاير بويلنج بوينتس اللي موجود بيصل للكوندنسر، فبيطلع الفيبر بيصل للكوندنسر هون بيتكثف بشكل كامل وبينزل على الكاب. في عندي كاب فوق جاي اسفل الكوندنسر اوكي جاي فوق الباكينج ماتيريال. هاي الكاب بتسمح لي كل الكوندنسيت يدخل داخل اللاين الاصفر اللي موجود هون وبينحصروا في تو فالف او تو فلو ميترز ار اي وار بي ار اي وار بي. هلا بالنسبه لار اي وار بي وين موجودين؟ موجودين هون بالاسفل اوكي. احنا منزلين الفلو ميتر لكم بالاسفل، مش موجودين فوق فعليا اوكي، مش موجودين فوق الكولوم، هم موجودين في الاسفل. ار اي ار بي هي عباره عن الديستلت اوكي، ار بي الديستلت وار اي هي الريفلكس، كميه الريفلكس اللي راجع على الكولوم. انا فعليا بتحكم بشو؟ بتحكم بالديستلت لانه انا في عندي اكشويتر هون للفالف، فبتحكم بالديستلت اللي هو ار بي. لو سألنا سؤال هون كان الـ RB 0، كان الـ RB 0 إذا الريفلكس بده يكون ماكسيموم as possible، يعني كل البرودكت اللي بيطلع من الكوندنسر كله بيدخل وين؟ داخل الريفلكس فلو ميتر، صح ولا لا؟ سؤالي هون كم الريفلكس ريشيو؟ أوكي كم الريفلكس ريشيو في حال إذا كان RB 0؟ الريفلكس ريشيو بده يساوي L على D، صح؟ الديستل الزيرو اي قيمه على زيرو اذا انفينيتي. انا بشتغل على شو؟ على اي بارت؟ بشتغل على بارت التوتال ريفلكس اوكي، بارت التوتال ريفلكس. اذا كل البرودكت ماله، كل البرودكت في حال ار بي زيرو
هذا كلوز يعني، فبده كله يرجع وين؟ داخل الكولوم، كله بيرجع داخل الكولوم. ومرة ثانية أنا بعمل كمان ديستليشن لهذا البرودكت، أوكي، ونفس الشيء بعمل اللي هو الباتش سيستم اللي موجود عندي هون، أوكي. هلا في حالة، شو في حالة البارشل ريفلكس، بفتح هذا جراجولي، أوكي. يعني ممكن يكون مثلا يعني حسب نسبة أو كمية الفلو اللي بدي إياها، أوكي. لنفرض أنا فتحت النسبة واحد لواحد، يعني الكمية هون نفس الكمية لهون، إذا الريفلكس ريشو بدها تساوي واحد، صح؟ بدها تساوي واحد، فبيطلع أنا عندي برودكت هون، حكينا البرودكت هذا ببرده وبقيس الفلوريت ار سي، بقيس الفلوريت تاعه وباخذ كمية عينة منه، أوكي، لحتى أقيس الكونسنتريشن. واضحة هاي النقطة؟ لحتى أقيس الكونسنتريشن، وبهيك أنا باخذ القراءات، باخذ ار اي، هاي ار بي، اوكي، باخذ كمان قراءه الووتر بريشر، اوكي، اللي بيدخل داخل الكوندنسر، اوكي، ممكن بالحسابات الفلوريت كمان، الفلوريت كثير مهم بالنسبه للكولد ووتر لعمليه التبريد، اوكي. بيهمني كمان باخذ القراءات الداتا اللي هو الستيم بريشر، الستيم بريشر اللي هو موجود هون، هذا الستيم بريشر، اوكي، من خلال البريشر جيج بقيس البريشر داخل، شو بقيس البريشر داخل داخل الجهاز، اوكي. وبهيك انا بكون ماخذ كل القراءات اللي موجوده هون، اوكي. بيظل في عندي انا في قراءه لازم اخذها اللي هي الكوندنسيت، الكوندنسيت تاع الستيم. كيف بقيس الكوندنسيت تاع الستيم؟ تتذكر زي الايفابوريشن، نفس الايفابوريشن، باخذ سلندر وبقيس الكوندنسيت تاع الستيم من خلال السلندر والتايمر. في عندي اوت فلو هون، اوكي، في عندي سلندر هون، باخذ الفوليوم وباخذ التايم، وبهيك انا بكون سجلت الكوندنسيت، اوكي.